مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج دي زد مود على قناتكم جيل دي زد، البرنامج الثقافي الترفيهي يطلع لكم طيلة أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، يتكون من 3 فقرات متنوعة. ما نطولش عليكم بزاف، يلا نبدأ أول فقرة من البرنامج. موضوع تاعنا نهار اليوم يقولوا أنه ليزارجيغيا مسوسين بزاف، مع أو ضد هذه المقولة؟ معاها 100% لي زالجيريان مسوسين خلا كل. وعلاش؟ شتي لي لالجيريان ديجا اول حاجه شتي كي تدخل الحانوت وتستعمل هكا لي فورمول دو بوليتاس مثلا السلام عليكم، هذيك نورمال. ما شتي كي تقول له مثلا واش راك سافا بضحكه يبقى يخزر معاك تاع هذا واش بيه، ولا مام حتى برك تعود ماشي بار اكزومبل لونديري تعود ماشي كسوسوا في طونوبيل ولا بي، واحد تخزر معاه تيح عينه في عينك يتوسوس لك، جار يقول لك شبيك تغزر معايا بالمارك ولا سا ديبون سا بار دون دي ديليغ، ما عندهم حتى معنى من عفسه سامبل خلا. وجايين مام مسوسين في جوغ مسوسين من بعضاهم، بمعنى انه مثلا كي واحد يدير له عفسه يبقى يحسب وعلاه داير هكاكا وبالك شو نيتو خبيته وما نعرفوش، الوغ كو قادر واحد يكون نيتو هكاكا وهما يقراو غير نقصو. دونك شعب موسوس ويطلع يحبط بزاف فوق اللازم. يعني كاين وكاين بيان سور، ماشي بيان سور، حنا ما نقولوش بلي الشعب كومبلي باسكو امبوسيبل تحصر شعب كومبلي في صفه واحده، مي نلقاوها في شعب اغلبيه. ايوا وي موسوسين ياسر، موسوسين ياسر خلاص. وعلاش؟ باسكو جو سي با ديرنييرمون بالك يا في اون دام جو سرسيت قلت لها قلت لها اسكو لاباس هكا، قالت لي تعرفني جو جو تو سوسيت لي خلاص جو جي تروفي سا بيزار انا باسكو انا بور موا العبد يمشي بنيته وبرك فهمتي، مي جورج غير ماركي بلي ناس موسوسين ياسر البارح حتى غيان كي ياغ اوسي واحد جاي يتعارك معايا على حاجه ما درتهاش فهمتي، جورج قال لك حكيتي معايا بالمارك الوغ قلت له نو ما حكيتش معاك خلاص بالمارك تو حوايج كيما هكا جورج. يعني حوايج اللي بينوا لك انه صح لي زالجيريا موسوسين خلاص موسوسين خلاص جورج ما بيديرش هكا يكون مع مرته هكا ساعات العبد يغزر ما سون فيغ اكسبري هكا يشعل فيك حوايج كيما هكا فهمتي. انت موسوس فرانشمون جور كنت طارح نيتي انا قبل افون كنت طارح نيتي ياسر خلاص، ابخي مع الوقت عرفت بلي لازم الشعب تتوسوس له اوسي فهمتي، هما موسوسين لازم تتوسوس كوم سا سينو يكلحوك سينو تو في افوار على شاك فوا فهمتي سي سا البروبليم. كاينه من هذه الشعب موسوس بزاف فري موسوس بزاف. انت موسوس ما مشي حاجه شويه بالك، وشنو هي الحاجه اللي تخلينا موسوسين؟ الحاجة اللي ترجعك موسوسة هي الغاشي كي يولي بزاف موسوس تي دوري جوين شغل تدخلي معاهم في التوسويس ولي موسوسة كيما هو. مثلا انت شخصيا وشنو هي الحاجة اللي تخليك تتوسوس؟ كيف عاد ما فهمتها كيف الحاجة؟ انت شخصيا وشنو هي الحاجة اللي تخليك تتوسوس من صاحبك ولا من الناس؟ على بالك الإجاز، الإجاز يديروك الإجاز هكا ولا توسوسي لهم. صح كاينة. يعني حبيت تقول انه الشعب الجزائري موسوس اللي يعني لي عوامل عوامل لا من اللي جا ساكا منا بلاك مونطاليتي تاعهم وجا هما في المونطاليتي جايين موسوسين معاهم. وعلاش؟ باسكو صعب نشوف هاد الصوالح يديروا لهم هاد الصوالح شغل توسويس كيف ما اسكو انت موسوس؟ لا لا ماشي موسوس، مي بعد احيانا شغل نتوسوس هاد الصوالح نشوفهم نتوسوس. وش الحاجه اللي تخليك تتوسوس؟ تصرفات توهم. اعطيني هكا كش موقف اللي خلاك تتوسوس سواء من صحابك عباد ما تعرفهم؟ ماشي صحابي مش من عباد نتوسوسهم شغل حبيت نفهمك توسويس حق والله خير. دونك تفاليديها انه الشعب الجزائري موسوس؟ الشعب الجزائري موسوس صح. نو كونتخي انا ماشي موسوسه بصح يخلك واحد الناس صح توسوسي لان تعيشي حاله
حالة حقيقية كي تشوفي اختك هكذايا من يماك ولا من باباك يزوج جوج ولادو بالبركة عليه كما قالوا ربي كمل لهم وما يعرضكش بيانسو توسوسي تهب لي صوتي من عقلك لأن ما تقبليش بيانسو الشعب الجزائري من هذه المشكلة. صح يقول لك الشعب الجزائري موسوس بصح كي يديروا لك عفسة كيما هكا كيفاش ما توسوسيش اختي؟ توسوسي كراف وقادرة تدخلي للسبيطار على جال هذا التوسوس، رجع دوكا مرض هذا التوسوس. يعني راكي تحكي هكا باسكو صرا لك موقف؟ وي وي نضر اللي هو اختي ما عرضتنيش كي زوجتي وليدها وبنتها توسوس ولحقت حتى مرض ودخلت للسبيطار. وسقسيتيها علاش؟ ما كان والو، مشاكل عائليه وشيطان دارها. بصح ماشي لهذ الدرجه، سما دوكا هما كيموتوا ما نروحش للجنازه، ما حرضتنيش للعرس علاش نروح للجنازه انا؟ ما كان له. يعني على حسب قولك انه الانسان باش يولي موسوس باسكو كاين حاجات يخلوه يدفعوه للوسواس الزائد. يعطيك الصحه. وكاين الناس فقدوا عقلهم التوسويس، الحاجه اللي يتوسوسوا فيها يتوسوسوا بها تولي صح كل حاجه. زعما كيما نقولوا انا راني نشوف باللي اجي لاباس عليها من ندخلها نلقى فيها حوايج يصراو لي في حياتي، تقعدي ديما موسوسه ديما جابده روحك على الناس، ديما ما تهدريش مع الناس، ديما كتهدري في التليفون تخافي. هذا هو لان عشتي الحقيقه، ماهوش زعما كيما نقولوا هكا وهم ولا، هذا اسمه مرض. كي تشوفي والديك يديروا لك حوايج وانت أز الناس عندهم، ما كان والو بيني وبينهم، مشاكل عائلية كاع الناس عندهم مشاكل، كاع الناس عندهم بروبلام، بصح باش يلحقوا يزوجوا طفلة وطفل ما يعرضوكش، ثم ذوكا يموتوا كامل ما نقدم لهمش حتى الأجر، ونقعد موسوسة طول حياتي واش كاين حتى الحق للدرجة أنا الخالة ولا الأخت ما نتعرضش في عرس خويا وأختي. ماني معاها، كاين شي شعب الجزائري موسوس وكاين لي لا كاين وكاين. وأما الأغلبية؟ الأغلبية كامل موسوسة. يعني علاش؟ ولا اسكو انت واحد منهم موسوس؟ نو ماشي موسوس انا الحمد لله. وعلاش موسوسين بزاف؟ جو سي با، كل واحد على حسب الاستيلاسيون اللي راهم عايشين فيها. داكوغ. يعني مثلا اسكو صرا لك هكا موقف وين ديكوفريت بلي هذاك الشخص بزاف موسوس، واش دار لك زعما؟ واش دار لي زعما؟ باش نعرفوا بلي انسان موسوس. ما نقدرش نقول لك واش دار لي زعما، على بالي بلي انا هو موسوس. شغل يتوسوس لك مع فايس هكا صغار، فهمتي؟ ما على باليش كيفاش يتوسوس، بصح يتوسوس لك انت تعرفي له تفيقي له، كي تشوفي فيه تفيقي له بلي توسوس لك. كاين مي بصح ماشي حاجه كبيره، نسبه قليله هكذايا، مي باش كاع الشعب الجزائري موسوس هذه ما كاش منها. تسمى واش اللي يقال ولا يروج حاجه ما خاطئه؟ ما كاش منها. انت شخصيا موسوس ولا لا؟ لا ماشي موسوس، دي فوا بالك انت وسوس. هي كاين الناس يديروا لك توسويس ثاني ولا لا؟ لا صح ولا لا؟ لا واسكو انت انسان يطلع ويحبط يعني بزاف يخمم بزاف؟ بصح كي التوسويس والتخمام ماشي كيف كيف ولا لا؟ يا من كثرة التخمام اللي يجي توسويس. التوسويس هذا شغل مرض ولا لا؟ لا والتخمام حاجة واحدة أخرى، دوكا أنت يكون عندك مشكل تخمم فيه ويكون وتوسويس انك تتوسوس من انسان ما باليش انا، ميم هو بالك ما يدير لك والو انت تتوسوس منه وكذا، هذا ما كان. تسمى تشوف انه الشعب الجزائري ماشي موسوس؟ ماشي كاع موسوس، ماشي كاع الشعب الجزائري موسوس. وعلى انت موسوسه؟ نو اسمع احيانا بارفوا وين لازم تتوسوس. تتوسوس كاين ناس ما باليش انا، باك واحد يدير لك عفسه عيانه ولا توسوس له ولا هذا ما فقرة ثانية من البرنامج. نعم. ثقافة عامة. يعني وشنو هي العضلة الأقوى في جسم الإنسان؟ العضلة الأقوى في ال لو ميسك لو بلو لو بلو فور لا جيري لو راح جسمو جومبا لا جومب سي سا لو تريسبس لو كوادريسبس فوالا لو كوادريسبس نو سي با كوادريسبس Bah je dirais le vas-y le biceps, je sais pas le biceps. Non. D'ailleurs le visage. Hein. Le visage. Ouais. Alors là. Ma quoi là. Alors là, les muscles t'as le visage, on a acheté ce mot là. La langue. Quoi là, dans le corps humain, le jambon. Là là.
والجمعه الدورسو ولا الابدو؟ قلت لك الدورسو ولا الابدو؟ زيد شويه تمام. هما شوف الباك كاين باك كاين ابدو كاين دولسو كاين جوبا، هادو الرب هادو الخمسه. لا 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 تاني. جايه في الوجه، جايه في الوجه مال اسنان. اقوى عضله في جسم الانسان جومبا. ماشي جومبا اقوى، والله ما نكذب عليه. جايه في الوجه، في الوجه هذه ماشي هذيك، ما نكذبش عليك هذو لي كيسيون ما اوكيني. زيد محاوله اخرى برك ونعطيك الاجابه. اوكيني دي ما نعرفش هذا سوا. نورمالمون المعلومه اللي عندي نورمالمون الظهر. ماشي الظهر والله ما نعرف. زيد بالك يعني اقتراح اقوى جايه في الوجه باش نقربها. هاي باش نقرب نيف. نو ماشي النيف. ني في الجبهة. نو يعني الجبهة تشوفيها أقوى عضلة. الفم يعني النيف والفم هما من الحواس الخمسة. لاصقين في الوجه أقوى عضلة في الجسم هي اليد. ما هي أقوى عضلة في جسم الإنسان؟ الفك. يعطيك الصحة، إجابة صحيحة، عندك المعلومة. بون السنين نعديو عليهم بالواحد. لي بيكتورو يعني جايه في لو فيزاج باش نسهلها عليك اكثر واكثر. في الوجه. لا ماشوار. والاجابه صحيحه. اقوى عضله في جسم الانسان عظم ولا مسكره؟ اي عظم. لومبار. لا لا. ايبول. لا لا. جومبا. لا لا. كوشي. هي عضله في الوجه. عضله في الوجه ما نعرفهاش في الوجه. واش من العضله اللي هي تكون اقوى؟ لا مشوار. يعطيك الصحه، لا مشوار هي اقوى عضله. دوكا ندوزو الفقره الثالثه من البرنامج، هي يعني فقره ترفيهيه وثقافيه. كي نعطيك كلمه غراب وشنو هو الجمع تاعها؟ غراب غراب بصح وشنو هذاك الغراب اللي يطير؟ طائر. ايه جمع تاع شنو؟ غراب. لا جو سي با. مثلا كراس كراريس غراب. غرباء. ماشي غرباء. غراب الله ما على بالي. زيد محاولة أخرى. غراب الله ما على بالي. ممكن ما على باليش. مثلا وش يولي؟ والله ما نكذب عليك. كراس كراريس كتاب كتب غراب. غراريب. غراريب. لا لا راك بدلت لها كاع الفورما تاعها. قلت لك والله اونكا يونيدي والله ما بالي. غراب مفرد غراب، الجمع تاعو شنو هو؟ والله ما عنديش جواب. مثلا كتاب كتب كراس كراريس غراب. غراب وغرب غرب غرب غربة. ما باليش انايا والله ما ما جامي هكا سقسيتي روحك الغرب وشنو الجمع تاعو؟ ما سقسيتش هذه الامور كامل، ما ندخل في هذه التفاصيل، عندي الخدمه الرقاد ما نحوش على غراب، ما نحب نحوش على عصفور، ما نحوش على حتى حاجه. في صوالح ما نعرفش. سي ما درتي لي اير في راسي ما عرفش والو. جامي خممت هكا الغرب وشنو الجمع تاعو؟ سي كوتشي شوفايا هذاك واش كيسموه؟ غراب. الغراب. الغراب. جمع تاعو؟ والله ماني عارف. عندنا كراس كراريس كتاب كتب طفل اطفال غراب. ولا محاولة والو. دوكا نجوز الفقرة الثالثة من برنامج ترفيهية وثقافية في نفس الوقت. كي نقول لك كلمة غراب وشنو هي الجمع تاعها؟ غراب هي ديما نسمعوه بصفة المفرد مي قربان. فوالا يعني هي غربان وثاني أغربة. أغربة هذه ما كنتش عارفها. غراب بلوريال تاع غراب. كوربو سي غراب كوربو. عندنا كراس كراريس غراب أغربة.
أغربة وغربان. غربان أغربة سي جوست سبحان الله. كومبارا زغ ولا كومبارا عني يا خلا ولا عني. نقدر نقولوا أغربة ولا غربان. والله جي في صو في لين قلت هاي فازي. غراب غرابة لا لا غريبة لا لا الله ماني عارف هذه فاني أوكينيتي. واش قلت لي دوكا؟ أغربة. أغربة ولا غربان؟ هذا ما كان. وبهذا مشاهدينا لحقنا لنهاية عدد اليوم، إن شاء الله كنا خفاف عليكم. يلا انتظروني أنا في عدد قادم مع أسئلة أخرى. سلام.